القارة فاجئنا فاجئنا دابا القرار باش حنا باش فاجئني دابا بالنسبه لي انا يا تقولوا من كيقول لك السعود راه بحال كيقول لك 8 ولا 8 ونص فهمتي يعني ملي غتسمع 8 ونص راه كاين الوقت اللي كنبداو فيه حنا كنقولوا كنخدموا شويه هي في العشيه كيبرد الحال وهذه ما هذه يعني كيجي كيبريح يعني عليكم هذيك 6 ونص 7 ونص كيجي بهذا من الخدمه ديالو فهمتي هو غادي تقول ليه نوض فهمتي يعني راه انت غتسمع 9 يعني 8 ونص خصك تقول ليه نوض غتسمع 9 ونص 8 ونص خصك تقول ليه نوض وراه مثال هو قدامك خصني 8 ونص انا 8 ونص خصني نكون بدا كنجمع يعني هذيك كنهضر على راسي انا لان عندي محله صغيره راك انت دابا كنهضر حق دابا باش هضره كل واحد وكيهضر يهضر على المقياس اللي عنده انا في حي شعبي عادي ما في زنقه سيدي مهم من حي قريه فهمتي راه عادي فهمتي انا راه كنشد انا مع العصر ونص العصر ديجا كنشد كنسمع فهمتي متضرر بحال دابا الماتشات ما كتشدوش كاع انت كدير بحسابك كاع الماتش اللي غيجيب لك مشكل ديال توصل به ما غاتشدوش ما يمكنش لك تشد ماتش واحد تحط تبرك عندك بنادم وتقول لي لا راه 11 نور ما كنشدوش انا الماتشات ما كنشدوش انا كنقص الماتشات ما كنقص انا الماتشات يعني ما بقاش كيجيو عندي انني عارف ما بقاش كنشد الماتشات لان الا شد ماتشات غادي نلقى اكراهات مع الناس كيفاش غادي ندير مع الناس نقول ليه نوضو سديتي لي ماتش خصك تكملوا ليه وانا ما غيعرفش هو راه بعد ما بنادم راه هادي راه ما عارفهاش هو اصلا ما خصنيش نشدو باش نبقى هاني مع بنادم كيمشي بلاصه اخرى كاين بلاصه اخرى هو كيغامر تخيل دابا انا غنغامر غنشد الماتش نعطيك مثال غنغامر نشد الماتش شديت الماتش ديال الوداد البارح وبقى مسألة 11 واش غادي نوض بنادم راني مخالف ما نكون مع 11 ولا وصلت الماتش راه سالت 12 لهذا ما كنتش خصك تضرب حسابك داك الماتش كيفاش غادي يخرجك كان غيسالي لك غادي يفك لك المشكل مع 9 ونص غيسالي الماتش راه غتنقلو ما كاينش راه غادي تنقلو في الدرب ناقص دابا حنايا ملي كنشوف حنايا ماشي من خفويا دابا حنا ولينا معايشين هادشي كتسمع الرقم كيطلع كتسمع عدد المصابين كيتزاد عدد الموتى كيتزادوا راه كتقول راه زيها الزيا فهمتي اجي حنا راه ماشي ضد الزيا دابا راه عاده كما شرط لهاد القضيه ديال هادي انا راه شويه ما بالك بالناس ديال اللي في جو شارع اللي كيبداو الخدمه بالليل تخدموا بالليل المناطق اللي كيدخلوا واش غيديروا ولكن دابا اللي غيبدا راه كيخدم الصيف كاين اللي هو خدمته هو شهر 8 دابا حنايا الاوج ديال الصيف وديال الكونجيات هو هذا فهمتي بالنسبه لي انا كيجيو السياح كيجيو لي زيترونجي هادي راه كتشويه خصك تبقى معطل الصيف هذا كتبقى شويه معطل كيجي بالليل دابا اللي دابا الصيف راه كيصار بنادم حاجه طبيعيه واش دابا كاين شي واحد يدخل دارو مع التسعود هذا مغالطات هادي وانا نتحداك انا نمشي نتحداك انا ونتحدى انا قاعد فهمتي تسعود نديهم دابا نمشيو مثال حنا تطوان اولا المارتين اولا المناطق واش غنلقاو بنادم خارج هو فهمتي ولا الناس ديال الوالده زاد المصطاد الناس ديال خريبكه هاد المناطق هادو راه بني ملال المنطقه راه سخونه راه كنخرج في الليل يلاه بنادم غادي يخرج يعني اش غادي تقول بنادم فهمتي فهمتي هو قرار شويه صعيب جا سيرتو بالصيف دابا جايه الجاليه بنادم ثالث عاد جيت الناس اللي حاطين الناس راه دايره حاطه السلعه ولا مجزه الخدمه بان غتخدم في شهر 7 وشهر 8 راه مجزه لي شهر 6 مجدي خدامه مجد الناس اللي حاط السلعه بحال دابا بزاف كاين دابا الترجاع ديال الفلوس دابا حنا راه مابقيناش نقلبوا دابا راه اللي يدير شي حاجه اللي موفر شي حاجه موفره سنين هذا الخدم راه تيخدم باقي راه كاليبي فهمتي باش كتقلب دابا باش غتربح دابا فهمتي اش وقت تربح دابا راه خرجتي وقادي احمد الله شكون قلت راك من جهه ودابا ما بالوك دابا حنا راه ماشي كنقولوا شويه موضوعيه ريالي كتبقى راه واحد شويه ما بالوك بالناس اللي خدامين في حفلات وهذوك اللي الناس اللي زيرو السياحة وعندهم داك الشيء الشيء ديالهم طالع صعيبه حنايا كنطلبوا حنايا رسالتنا حنا مع هاد القرارات اللي فيها الخير للبلاد هادي كل واحد منهم حاجه واحده ولكن ملي انت كتقول لي كتوصل لي لجيبي خص تعطيني شي حاجه اللي كتواسيني بها ما تعطينيش الفلوس فلوس بحال دابا حنا عندنا ضرائب عندنا هادي راه شويه الرحمه باش تحس براسي انا راني ما خدمتش ونخلص ضرائب ولا نلقى بان الدوله راه يعني راه مواكباك واحد النهار غادي يجيك شي قرار غادي يفاجئك وديما القرار كيفاجئك كم جيبك ماشي شي حاجه اللي غادي تدي شي حاجه اللي غتفرح بها ولا تقول ديما شي حاجه اللي كتمس دائما في مسك في العمل ديالك ولا في الحاله الماديه ديالك هذا هو الواقع بالنسبه لي انا التباعد عندي علاش ما عنديش لان اصلا انا ما عنديش الخدمه كثيره فهمتي
انت دابا دير راك صوره صوره عندي ياك ليان فهمتي. عاده واحد دابا القهوه انا بالنسبه لي انا القهوه انا لا عايش بها فهمتي. حتى تحط بلاصتها انا القهوه ماشي تستثمر فيها نقدر ناكل منها القريبه ولادي صافي هادشي اللي كاين ما عنديش شي حاجه اخرى السيد هو مصدر الرزق ديالي كلشي عندي من هنا عيش من ما كاينش شي حاجه تقارنيش انايا تحطني انا مع واحد جا بغى يستثمر فلوسو عنده الفلوس اللي ما خدمش قهوه يقدر يسدها من سدها صعيب عليا الحال يقدر هو يسدها باش ما يبقاش غادي عنده رباح لا عنده رباح غير يولي في ولي باش يولي في السير شارج كيحبس داك هذيك السويره ديالو ورا عنده المصدر ديالو باش يعيش هو المدخول ديالو باش يعيش انا راه هكا اخرى وبحالي انا راه بزاف فهمتي بحال دابا الحياه الشعبيه الحياه الشعبيه راه قيسنا كلك اللي كتجي تسولو وراه غادي تقهور كيو كنو يشرب منو قريب يا ولاد وتخيل دابا انت غا انت عندك ودك في الله خرج باش تيدير المصاص تصرف عليه انا القهوه حليتها 95 لا سمتي ديال لاموي ديري انا ديري ولدي انا مروض مع مرو دوبلا شخص يصرف عليه انا باش نوصل له شخص يصرف عليه وحسبتها دايره حساباته اللي عنده ثلاثه د الاولاد اللي عنده اربعه وحده ودير هذا المال